6 كيلو متر في يوم التميز مع المتميزين. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول وراء الآن على مقدمة هذا الشوط. طلعة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني مناعة في المركز الثاني لهجن العاصفة أيضا بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر الشاب حمد بن سهيل بن نهيان العامري. وفي المركز الرابع مخيفة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر يمعة بن عتيج بن كسلة الرميذي. وفي المركز الخامس دمعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس من حاف لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز السابع أرى الآن وهاي في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز الثامن بشاير لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع شعار الغرافة متواجد أيضا هنا على ظهر الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز العاشر سرابة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سيف بن خلفان الغويص. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى طلعة، طلعة منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي تتطلع الأمور المتقدمة، تتطلع المركز الأول، طموحها قوي على انتزاع المركز الأول. ها هي طلعة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى مناعة في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هنا أيضا هنا شواهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن نهيان العامري. وفي المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر قائد العمليات في الفرقة 11 المتواجدة في منطقة مرقم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي يقود شواهين اللي في المركز وهايب اللي في المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس بشاير في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يلا يا ابو راشد نبغى نغني عند بشاير في الكيلو الأخير، عندنا أبيات حلوة جميلة تتقنى دائما في هذا الاسم عندما يوصلنا بشاير لهجن العاصفة اللي في المركز الخامس. وفي المركز السادس من حاف المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة المضمر الشاب حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز السابع دمعة في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثامن الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة المضمر المدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن خميس الغويص. وفي المركز العاشر هنا دمعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط ونرى الآن طلعة لا زالت على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي
سيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مناعة لاحق طلعة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا مناعة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي بدأت ترتفع وتيرة الشوط مع مناعة في المركز الثاني في هذه اللحظات. ننتقل إلى شواهين في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن نهيان العامري. وفي المركز الرابع وهايب في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام على الأربع بدن ينفصلا عن بقية المراكز، والغدوم أيضا هنا غدوم غوي أيضا من مسلية ولا سلة، سلة مدونة عندنا باسم سلة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن خميس الغويص. وفي المركز السادس بشاير في المركز السادس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. من حاف في المركز السابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مناعة، مناعة بدأت تغير، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط. ها هي مناعة والنقطة الخامسة لهجن العاصفة لإمبراطورية هجن العاصفة في هذا المساء. خماسية حلوة، خماسية جميلة مع هذا الشعار، الشعار الملكي، شعار هجن العاصفة على ظهر مناعة. ها هي مناعة على مقدمة هذا الشوط منفردة بالمقدمة بدون أي أوامر، بدون أي لجوء للمضمر. ها هي عرض استلقائي تقدمه في هذا المساء، تتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. كاني بغيت أشارك الناس بيب لي بكرة غير بكرة، ها هي البكرة، هذا الأداء المتميز. ها هي مناعة كما عودتنا، عودت جماهيرها، عودت محبينها مناعة، وهي مسوية مناعة على مقدمة هذا الشوط تزيد من سرعتها، بدت تحلق، بدت تلوح المنصة في عيون مناعة. مناعة وهي مناعة لإمبراطورية هجن العاصفة النقطة الخامسة السوبر هاتريك لهجن العاصفة. 5 على 5، 5 على 5 مع الكيلوات ومع أيضا مع هذا الشعار 6 على 5. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز لإمبراطورية هجن العاصفة. هاي إمبراطورية هجن العاصفة كما عودتنا، عودت جماهيرها، عودت محبينها. ها هي هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز مناعة بالمركز الأول بكل جدارة وبكل فوز، ومسجلة النقطة الخامسة في هذا اليوم في يوم التميز. المركز الثاني شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وفي المركز الثالث وهايب في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وفي المركز الرابع، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وفي المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول مناعة إلى خط النهاية 9 دقائق 12 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني. شواهين تصل في المركز الثاني 9 دقائق 14 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للمضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري والذي وصلت في المركز الثالث. وهايب وصلت في المركز الثالث في زمن وغدرة، نشوف التوقيت ساعة وصول وهايب إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 9 دقائق 22 ثانية، جزء 1 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للمضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.